غادي نرجعوا لسيدي رحال. سيدي رحال او كيف ولا ولاد الشيخه وعمر ورباعته كيلقبوها بميدلين. ميدلين هي المدينه فين دفن بابلو اسكوبار كولومبيا برشي. اليوم غادي نخبركم ان غريطه البوفار رجعات حيت شي واحد قال لهم ان هذا الصحفي شريناه وحيدنا الفيديو. سي محسن باشا باشويه سيدي رحال، واش كتعرف ان هذه القهوه ما عندها حتى رخصه؟ واش انت السي الباشا اللي كتعرف البيار اللي محفورين وكتعرف مزيان شكون كيحفرهم؟ السي الباشا كيدوز عليهم كل صباح ملي كيكون غادي للمكتب ديالو. العامل ديال البرشيد السي اعبو، واش عارف ان الباشا عارف او عارف ان راه الباشا داير راسو ما عارفش؟ واش عارف السي العامل ان سيدي رحال فيها القهاوي ديال الشيشه اكثر من الرمله؟ قهوه الشيشه ديال عمر باقا حاله وكيسربي في الشيشه وكيتحدى البرنامج، كيقول لهم والله لا صوروا مني ومن قهوتي حاجه. حتى حنا كنقولوا ليك ان قهاوي الشيشه حتى وحده ما عندها ترخيص السي الباشا. السي رحال راه قهاوي الشيشه ديال سيدي رحال حالين بلا التقاعير. واش سيدي رحال تابع للداخليه او عنده قانون بوحده؟ مشاهدي حلقة برنامج جين تحاسبوا الأوفياء، أهلا بكم. سنطل عليكم من الآن فصاعدا على هذه القناة الفتية، وغادي نتحاسبوا بدون قيود ولا شروط. كيف عودتكم في أجين تحاسبوا، الحساب صابون واللي فرط يكرط. إلى خرق القانون صحفي أو دراكي أمني أو قاضي أو وزير أو مسؤول كبير باشا أو خليفة رئيس جماعة أو عامل، غادي نتحاسبوا معاه بالقانون وبلا تشهير. سيدنا ديما كيوصي على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وحنا دورنا هو كل واحد نعطيه حسابه. غادي نرجعوا لسيدي رحال ونرفعوا القبعه للقائد الجهوي للدرك الملكي بالسطات، اللي بمجرد ما تنشرات حلقه تجي نتحاسبوا مع عمر ورباعته ولاد الشيخه حرك جميع الفرق الدركيه وتحركات السلطه المحليه والمقدمين والشيوخ والباشا. الباشا اللي حدا مقر بشاويته نايضه بناء عشوائي تقسمات بقاعي ديال 1000 متر في جوانب البشاويه. السي الباشا كيدوز عليهم كل صباح ملي كيكون غادي للمكتب ديالو، بالرغم من الشكايات اللي قدموها الملاك على الشياع حيت الاراضي غير مقسمه. سيدي رحال او كيف ولا ولاد الشيخه وعمر ورباعته كيلقبوها بميدلين. ميدلين هي المدينه فين دفن بابلو اسكوبار كولومبيا برشيد. اليوم دهمات الفرق الدركيه اللي جات من القياده الجهويه والرونفور ديال برشيد اوكار العصابات اللي تكلمنا عليهم البارح. البارح كنا كشفنا اوكار البوفا والكوكايين والقرابه، واليوم يعني من بعد 24 ساعه رحال جاوا الناس اللي باغيين يخدموا وشمروا على كتافهم ودخلوا وسط الدواور وجراو وعرضوا راسهم للخطر باش ينقيو سيدي رحال. رحال البارح دهموا مقهى الشيشه ديال عمر. سي محسن باشا باشويه سيدي رحال، واش كتعرف ان هذه القهوه ما عندها حتى رخصه؟ واش انت السي الباشا اللي كتعرف البيار اللي محفورين وكتعرف مزيان شكون كيحفرهم وما عرفش قهوه الشيشه بلا رخصه تجاريه بلا حتى قاعد؟ العامل ديال برشيد سي اعبو، واش عارف ان الباشا عارف او عارف ان راه الباشا داير راسو ما عارفش؟ واش عارف السي العامل ان سيدي رحال فيها القهاوي ديال الشيشه اكثر من الرمله؟ حيت بلا شك غادي نكونوا وتكونوا ايضا كاملين عارفين ان الرمله تشفرات ولاو قهاوي الشيشه اكثر من الرمله. وهذا موضوع اخر ديال الشفرات للرمله غادي نرجعوا ليه، حيت كاينين صحابنا وحبابنا اللي تخلعوا علينا ونصحونا ما نفضحوش عصابات البوفا وعمر ورباعته والكوكايين وولاد الشيخه، حيت حنا عندهم عزاز. ولكن جاوبناهم وقلنا لهم الى مكتب علينا الموت على يد الشيخه وولادها وعمر ورباعته ما فيها باس نزيدوا حتى عصابات الرمله موته وحده اللي كاينه. حنا حالفين في برنامج جايين تحاسبوا حتى نجبدوا دوار بدوار واش كيوقع من عشوائي في دوار بوعلام ودوار البراهمه والسيبه على طريقه زمور والكرارس المجروره والسوق العشوائي اللي في دوار مول الاعلام، حيت الدزاره وقله الحياه وقله العراض وعدم احترام القانون والتحدي ديال هاد العصابات
هذا هو حسابه وهذا هو جوابه. هاد العصابات اللي ما قدرش يوقفهم لا الباشا ولا الخليفة ولا لا جودان رحال. عمر اليوم بدل الطوموبيل والكاريطات رجعوا حطوا طوابلهم اليوم الكاريطات ديال البوفا. زعما نشرتي الحلقه ديال اجي نتحاسبوا سير ضرب راسك مع الحيط ما غتصور والو. ومجموعه من المقاهي والمحلات التجاريه ما كتوفرش على التراخيص قدام البشويه. العشوائي في كل بلاصه سي محسن. الواجهه اللي في الطريق الرئيسيه كلها عشوائي. هذه زوج سيمانات فلوكا فيها 60 واحد ماتوا النص في الهجره السريه ومن سيدي رحال. دابا لا بحر لا بر. البحر فيه الهجره السريه والكوكايين والحشيش ديما خارج، والبر اللي مفروض يحضيه رحال والباشا والخليفه اسماعيل كله عشوائي وقهوي ديال الشيشه. الفياجات ديال الحشيش ولات كل يومين ثلاث ايام كل سيمانه الساكنه كتفاجئ بخروج كميات كبيره من البحر. اليوم غادي نخبركم ان كاريطات البوفا رجعات حيت شي واحد قال لهم ان هذا الصحفي شريناه وحيدنا الفيديو. خاصكم تعرفوا ان نهرو سفيان اللي هو هذا العبد الضعيف ما كيتشراش وما كياكلش من فلوس البوفا والغبره والروسيطات الخانزين ديال الوسخ ديال القرابه ولا ديال عمر مول البوفا، وما كيتسناش شي واحد يجي يدق عليه باش يحيد فيديو او ينقص منه او يضرقو او يخبي الحقيقه. وكونوا على يقين فين ما كيروجوا هذا الكلام كنزيدوا نفتشوا ونقلبوا باش نثبتوا لكم العكس. تقولوا تشرينا وصافي ما بقاوش غادي يسجلوا، غادي نعاودوا نقلبوا على الخبايا اكثر وعندنا الطرق باش نوصلوا لهم. حيت عمر ورباعته الضاصرين وصلونا ملفاتهم ديال النصب في العقار، ووصلونا ملفات خيانة الأمانة والشيكات على سبيل الضمان ديال دراعهم الإعلامي العائلي اللي تخلط عليه كرة الطنوبيلات مع الكرة ديال المقالات والأشرطة الصحفية. الصحافة ماشي طنوبيل اللي جاي يركب. البارح وجهنا نداء الجنرال حرام والكولونيل مجاهد، اليوم غادي نوجهوا نداءنا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية باش يجيو يديروا دويرة في سيدي رحال ويشوفوا العشوائي فين وصل. شي نهار تلقاهم بانيين في وسط الماء. اما المجلس المسير لجماعه سيدي رحال حتى ندخلوا من الكونجي ونتحاسبوا حسابكم غليظ. تحاسبنا مع ضربو عزه ولاد عزوز جاو ليكاط والتفتيش داروا خدمتهم والداخليه تحركات والعامل ديال النواصر السي شطار دار خدمته. سي عبد الوافي الفتيت وزير الداخليه، واش عمرك شفتي شي رخصه تخص شغل الاملاك الجماعيه العامه تعطات للطوموبيل ديال القهوه؟ الرخصة عدد 11 على 2024 واللي تعطات ليه هو خو النائب الأول للرئيس. الرخصة الوحيدة في العالم ديال مقهى متنقلة تعطات لخو نائب الرئيس. وعلى هذا الحساب خصكم تعطيو الرخص بحال هذيك حتى الكرارس وديروا فيهم عربة مجرورة بحمار حشاكم، وتعطيو الرخصة حشاكم وعزكم الله حتى الحمار باش ما يجروش للفوريان. هادشي اللي بقى نيت. رخصه لمقهى متنقله ما كيخلص ضريبه ما كيخلص كرا ما كيخلص ديبي دو بواسون ما كيخلص داك الرسوم الجماعيه ما كيخلص حتى شي حاجه. 120 درهم كل اربعه ديال كل ربع سنه كل 3 شهور يخلص 2400 ريال. عطيوها للمغاربه كاملين الا كنتو كتعطيوها في سيدي رحال. على سيدي رحال عنده شي قانون بوحدو. تفاصيل في الحلقات المقبلة وما تنساوش تقلبوا على القهاوي اللي شافرين الضوء. تفاصيل في الحلقات المقبلة وما تنساوش تقلبوا على القهاوي اللي شافرين الضوء. عندنا اللوائح الكاملة. راه الضوء كنخلصوه حنا دافعي الضرائب وما يجيش شي واحد يضوي على ظهرنا. قهاوي ما عندهم رخصة سكن، ما عندهم رخصة اقتصادية، ما عندهم ضوء وحلينا السي العامل. قهوة الشيشة ديال عمر باقا حالة وكيسربي في الشيشة وكيتحدى البرنامج كيقول لهم والله لا صوروا مني ومن قهوتي حاجة. حتى حنا كنقولوا ليك أن قهاوي الشيشة حتى واحدة ما عندها ترخيص السي الباشا. السي رحال راه قهاوي الشيشة ديال سيدي رحال حالين بلا التقاعير.
واش سيدي رحال تابع للداخلية أو عنده قانون بوحده؟ سيلفتيت مقاهي الشيشة رونات سيدي رحال ونفين ما كاينش بزناس شيرو شيرشي شي قصيرة شي شفار تلقاهم في قهوة الشيشة بسيدي رحال. وعدناكم غادي نكشفوا أسماء الموردين ديال البوفا وفعلا غادي نكشفوهم، غير تكمل المعطيات ونشوفوا علاقاتهم المتشعبة اللي خلاتهم يدليوا رجليهم في سيدي رحال وغادي نشروا التفاصيل. إلى اللقاء.